عندما عاد الملك فاروق من الخارج لتولي عرش مصر كان طفلا لم يبلغ الحكمة بعد، ولم يتجاوز وقتها عمره 16 سنة بالتحديد، وكان في استقباله معلمه والمشرف على تعليمه أحمد حسنين باشا. يروي الكاتب الصحفي الكبير أمير الصحافة العربية محمد التبعي أنه في صبيحة يوم الأربعاء 6 مايو سنة 1936 وصل الأمير فاروق إلى أرض الوطن قادما من إنجلترا، حيث كان يتم تعليمه ليخلف والده على عرش مصر. المفاجأة كانت الملك الصغير رأى أستاذه ومعلمه المسن أحمد حسنين باشا ينحني أمامه ويقبل يده. المعلم العجوز يقبل يد الملك الصغير. يقول التبعي: من هنا عرف فاروق كيف تحكم مصر. ذهب فاروق وجاء نجيب وعبد الناصر والسادات ومبارك، وكل منهم صنع من نفسه أو صنع من حوله المعجزات والخوارق في زمن انتهت فيه المعجزات بنزول الوحي على خاتم الرسل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. الطاغية أو الرئيس الإله، ما يطلق عليه الإله الفرعون، هل هي سمة المصريين أن يمجدوا ملوكهم ورؤساءهم لدرجة القدسية والعبودية وكأنهم معصومون من الخطأ؟ وهل هي أزمة هؤلاء القادة التي قدرت لهم ظروف يوما أن يتولوا مسؤولية رعاية شؤون العباد؟ ولو أخطأ هذا الحاكم، هل من حق الشعب أن يصحح مسار من يقوده؟ أم أن ذلك سيكون خروجا على الحاكم؟ ما أشبه الليلة بالبارحة عندما خرج المصريون في 25 يناير يطلبون العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. رفضت بعض قوى الإسلام السياسي ذلك واعتبرته خروجا على الحاكم، وهو ما نسمعه ونشاهده الآن عندما تعارض بعض القوى والشخصيات الرئيس مرسي، وترى أنه لا يجوز الخروج على الرئيس أو المعارضة ضده بدعاوى كثيرة. في كتابه الصادر مؤخرا صناعة الآلهة، دراسة في أساليب الدعاية للقادة السياسيين، يقول الأستاذ محمد فتحي يونس الكاتب الصحفي، هيقول كلام كتير بصراحة هو يقوله عندنا لأن الأستاذ محمد فتحي يونس معنا الليلة. ويعني أنا اعذرني أن أنا قدمت الشاب الواعد الأستاذ الدكتور صحيح. القادم إن شاء الله، اللي بيقول لنا أن تقترب عملية الدعاية السياسية للقادة السياسيين من عمليات السحر الفولكلورية يتم بمقتضاها السيطرة على عقول أتباع كثر عبر أساليب وتكتيكات متنوعة. هيعلق لنا ويحدثنا عن كيفية صناعة الطاغية أستاذنا الكبير سعادة الدكتور عمار علي حسن، الباحث في علم الاجتماع السياسي. أهلا يا دكتور، وحسنتنا أنت ببرنامجك طبعا. الله يخليك ومنورنا. يعني ندخل في الموضوع ونتحدث عن من خلال هذه المقدمة ومن خلال كتاب الأستاذ. حضرتك كان لك عدة عواميد علقت فيها على كتاب أستاذ محمد فتحي يونس، واللي هو معانا هنا في البرنامج على فكرة. أنا يعني عايز أقول من أعمدة البرنامج الأساسية اللي أنا بشرف وأسعد بوجوده معنا. بينضم لنا الآن أيضا الشيخ محمد عبد الله نصر، الداعية الإسلامي أو يعني ما يطلق عليه على الفضاء الإلكتروني الأزهري والسائر. أهلا أهلا، إزيك الشيخ؟ شرفتنا. ومن شباب الشيوخ يعني. أهلا وسهلا. نتحدث عن صناعة الطاغية وفكرة صناعة الطاغية، وإحنا لسه الرئيس الجديد بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، فكيف تكون هذه المناقشة؟ يعني عايز أقول مش تحذير، لكنها نوع من إلقاء الضوء على الأسباب الأساسية التي يتحول فيها القائد إلى طاغية حتى ولم يكن يرغب ذلك في البداية. يعني وإيه الأساليب اللي بيصنعوا منه فيها الطاغية؟ تفضل يا دكتور. هو طبعا في نظريات كثيرة جدا في موضوع الاستبداد الشرقي بشكل عام. يعني المستشرقون نظروا إلى تاريخ الممارسة في الشرق، في بلاد فارس، حتى
في الإمبراطورية الإسلامية في مرحلة ما بعد الخلافة الرشيدة، فوجد أن هناك انحراف شديد وأن هناك تحكم في السلطة وهناك استبداد شديد. لكن هم لم يعنوا بالنص الإسلامي ذاته، القرآن الكريم وحضه على العدل وعلى محاسبة الحاكم وعلى مراقبته وعلى أن تكون العبودية لله وحده سبحانه وتعالى، ولا عبودية لبشر ولا عصمة لبشر حتى لو كان الحاكم. في تاريخ مصر كتير اتكلموا عن المجتمع النهري اللي الحكومة المركزية بتتحكم في النهر، وبالتالي الفلاح يجب أن يرضخ لهذه الحكومة. وكثير من مثقفي السلطة حول مبارك كانوا يلقنوا هذا الكلام، أن هذا مجتمع خانع بطبعه، لأن الإنسان المصري تعود أن السلطة المركزية تتحكم فيه. وكان في استعارات لحالات لجمال حمدان والنزيه يصف الأيوبي، تكلم عن الدولة المركزية وكلام عن الفرعونية السياسية، الحاكم الإله والحاكم نصف الإله في مصر القديمة، أو الذي أخذه يوليوس قيصر ونقل أوروبا، ثم جاء لبلاد فارس شاهن شاه ملك الملوك، وانتقل إلى الحضارة الإسلامية حتى قال معاوية بن أبي سفيان أنا خليفة الله في أرضه وأنا وكيله في ماله، ما بقي من ما أخذته أخذته، وما بقي مني فهو عفو مني. هذا ما قالوا. لكن نسي ناس كثير جدا أن المجتمع المصري ده في آخر 200 سنة اتغير. نمرة واحد، أني بعد الحملة الفرنسية، أقول قبل الحملة الفرنسية، الشيخ حسن العطار وتجديده داخل الأزهر الكريم والشريف، والمجتمع بدأ تظهر فيه طبقة أخرى من التجار، طبقة من الصناع، طبقة من الحرفيين، من أهل الطوائف. ابتعدنا عن الفلاح الذي ينتظر الحكومة التي تنظم له الري، وبالتالي هو لابد أن يخضع لها. وحصل تطور رهيب بعد كده في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20، بعندنا مصانع وعندنا طبقة عاملة، فبعندنا وعندنا طبقة من الموظفين والبيروقراطيين الاحترافيين، وعندنا تكنوقراط في كافة الاتجاهات. فخرجنا من فكرة المجتمع النهري. فأي حد مثلا ممكن دلوقتي قريب من الدكتور مرسي يلبس عليه ويقول له ان ده شعب طايع وشعب خانع، وبعدين يرجع للنظريات القديمه ويتكلم عن الفرعون او النظريات بتتكلم عن المجتمع النهري والفلاح الخانع لان السلطه تتحكم، ده كل ده انتهى في التاريخ. بدليل ان الطليعه الثوريه التي قامت بثوره 25 يناير لم تاتي من المناطق الخلفيه المهمشه، لما كانت الطبقه الوسطى اللي خرجت تتكلم، دي البدايه، وبعد كده انضم الشعب كله لهذه الثوره، اتكلمت عن العيش والحريه والكرامه الانسانيه والعداله الاجتماعيه، الشباب الحديث اللي منطلق مع العالم ومع قيم العولمه عبر شبكات التواصل الاجتماعي. فانا بقول ان ما حدث في ثوره 25 يناير هو سقوط الصمت. أي حد يتصور أن المصريين يمكن أن يعودوا مرة أخرى إلى الشرانق، يمكن أن يعودوا مرة أخرى إلى الصمت التام، ده واهم. وهم كبير جدا. على فكرة عكس ما يكتب، وأنا دايما بقول مجتمع المصري من أكثر المجتمعات النهرية في العالم احتجاجا. أول ثورة قامت في الدنيا كلها كانت في هذا البلد، ثورة بيبي الثاني، أيام بيبي الثاني، وأيامها قام الجياع باقتحام القصور ونهبوا حاجات الملك وممتلكات وثرواته، واستمر عملية احتجاجات مستمرة وخروج، كان يخرج الشطار والعيارين والزعر والنور والفقراء والحرفيش من الحواري في مناطق كثيرة جدا. وبالمناسبة احنا دلوقتي نتيجة اني واضح ان سياسات النظام الجديد هي نفس سياسات الرأسمالية المتوحشة، فيبقى يفضل الافتراض الذي كان قائما قبل ذلك، نحن من الممكن أن نشهد هبات للجياع إن لم حضرتك يعني أنت قلت دلوقتي رأي أم تحليل أم واقع؟ لا، تحليل. قائم على معطيات الواقع، يعني أن النظام الجديد يمارس النظام الجديد أخطاء النظام السابق. لا، في السياسات الاقتصادية، هو منحاز لبرضه قلة المحتكرة أصحاب المال. يعني نقلنا بس المسميات، لكن تستمر السياسة على حالها. راح اقترض من البنك الدولي 4.8 مليون، ده يحملهم للأجيال المقبلة، يقول لك هيوصلوا 6
طيب مفيش اعتماد على الاطلاق حتى الان، مفيش خطه مقدمه لتفجير الطاقات للاهتمام بالثروات الطبيعيه والموارد البشريه في هذا المجتمع، الاعتماد على الذات، القرار المستقل، التنميه الذاتيه، الاكتفاء، كل هذه الامور غائبه في الخطاب، وبالتالي هيفضل هذا المجتمع في حاله صيروره وحراك لا اعتقد انه ممكن يهدأ. والحاكم مطلوب منه طول الوقت أن يكون يقظا لهذه المسألة، لا يأتنس بالسلطة ولا يضغى ولا يتصور أن المصريين سيعودوا مرة أخرى إلى الغرف المظلمة. هنرجع لك تاني يا دكتور. أستاذنا أستاذ، هو الحقيقة الدكتور عمار عمل بانوراما لفكرة أصل الاستبداد يعني. بس أحب أضيف أن في دول كتيرة جدا في مناطق مختلفة من العالم شهدت هذا الاستبداد وأكثر منه وأعنف وأكثر حدة، لكن هذه التراث العالمي او في مناطق كتيره جدا من العالم الحر حاليا تجاوزت هذا الاستبداد عبر اليات ومؤسسات واجراءات مختلفه اللي هي بنطلق عليها حديثا مصطلح الديمقراطيه يعني. في مصر في تكنيكات كتيره جدا لصناعه الطاغيه، بس انا هركز على حاجتين هم لسه رواسبهم اللي انا شايفه حاليا بيحدث حاليا. نمره واحد الابوه السياسيه، فكره الرئيس العمده بابا الرئيس الذي يطلب منه كل شيء في مصر، الرئيس الذي يخاطب اتباعه ومعاونيه ومحكوميه بابنائي اهلي عشيرتي. انا مش يعني ما اقصدش على تحديدا على كلام الدكتور مرسي، بس بتكلم على منطق كلام الدكتور مرسي. الرئيس احنا لازم نصل لمرحله ان الرئيس هو موظف عام في الدوله جاءت به انتخابات حره وصوت له اتباعه من المصريين، وهؤلاء المصريون يعني قادرون على عزله في اي وقت بالانتخابات ايضا. احنا لازم نتقبل الفكره دي، ده بالنسبه لفكره الابوه السياسيه. الفكره الثانيه هي الاستغلال الديني. انا شايف ان في يعني تكفير للمعارضين، في اطفاء قداسه على اختيار مرسي وعلى قراراته، وده يعني شفنا منه امثله كثيره جدا، بدايه من الحمله الانتخابيه. يعني هناك داعيه شهير جدا في مصر، هو شهير يعني شهير سياسيا طبعا، مش شهير لا علميا ولا معرفيا ولا تاثيرا، قال ان انتخب مرسي تقربا الى الله. وقال تاني في موضع اخر مرسي هو المرشح الاسلامي الوحيد. وانا فضلته لان وراءه جماعه وحزب قوي. يعني حتى داخل المرشحين الاسلاميين نفسهم هو اختار واحد بس، فكأن صفة الاسلام تلتصق بالرئيس مرسي فقط او بالمرشح مرسي وقتها. فاحنا عندنا ديكور اسلامي او معنى اصح سياج ديني حوالين مرشح موجود، ده بينفي عن منافسيه او خصومه صفة الاسلام او صفة انه يمثل الاسلام الحضاري او الاسلام السياسي حتى. استمر هذا المنحى حتى بعد تولي الرئيس مرسي الحكم واستمراره في عمله. يعني احنا مثلا شفنا يعني مجموعه من الخطب للداعيه احمد المحلاوي في اسكندريه، منها واحده قال ان معارضي الرئيس مرسي يهاجمون شرع الله. المره الثانيه حتى يعني حتى فكره الازمات الاقتصاديه، انقطاع الكهرباء او المياه او الكلام ده، قال وصف ده بانه الجهاد الاكبر وعلى المسلمين او على المصريين ان يتحملوه حتى نتخلص من فاحنا اننا تتقطع عننا الكهرباء والماء اللي احنا بندفع فلوسها. يعني احنا الدوله مفروض حتى تذكروا ظلمه القبر. النهارده مثلا انا قريت حاجه عن صفوة حجازي، هو المواطن في اي دوله محترمه في الدنيا السكن والكساء والغذاء انها تكون متوفره ليه، شايف ندفع ثمنها. فانا شايف ان اطفاء الصبغه الدينيه على المصالح السياسيه ده يضر بالعمليه الديمقراطيه المصريه. احنا خلينا نقول ان الرئيس مرسي يعني هناك مجموعه من الايجابيات حصلت على مدار سنتين، رغم اختلافنا مع اختلافي انا شخصيا يعني مع فصائل الاسلام السياسي او مع الاخوان المسلمين تحديدا، ان الرئيس محمد مرسي هو اول رئيس مصري جاء بانتخابات نزيهة حرة، أنه ينتمي كمان نمرة اثنين أنه رجل ينتمي إلى فصيل وطني معارض، يعني قدم تضحيات كثيرة وعديدة رغم اختلافي معاه، بس هو جزء من الثورة المصرية. أنه أول رئيس مصري
يعني يحاول بناء او المفترض ان يحاول بناء مؤسسات ديمقراطيه ويكتب دستور جديد يضمن الحريات ويضمن الحقوق وينظم صراعات الصراعات السياسيه للمجتمع. كل دي ايجابيات. في مقوله مشهوره لبيتر دروكر بيقول ان الجماهير هي التي حولت هتلر الى نصف اله. فاحنا مش عايزين الهه ولا عايزين زعماء. طب هل الجماهير ام هناك اشخاص بعينهم؟ ما هو الجماهير دول نوعين يا فندم. الجماهير ام ان البطانه؟ ما هقول لحضرتك هو تقسيمه. لا مع البطانه والنخبه اللي موجوده السياسيه الموجوده على الساحه البطانه طبعا لها دور كبير. هو الجماهير نوعين اللي هم الفولورز والسبورتر. المعاونين يعني الجماهير هم المعاونون والاتباع. واحنا شفنا اتباع بينزلوا يتظاهروا في توقيت مظاهرات معارضه مفيش مشكله يعني ده حقه. يعني بس مثلا في ناس اعترضت ان في ناس طلعت خرجت تستقبل الرئيس في عودته من رحله ايران وذكرتنا مشاهد قديمه اللي كان الناس تنزل تودع عبد الناصر وتقابل عبد الناصر او السادات وكانت بتبقى مفروض عليها انها تنزل. من حقه. ما هو من حق اي حد ان يتظاهر او يؤيد او يهلل في حدود القانون. هل دي صناعه يعني تزيد من الاحساس اننا بنبتدي ندفعه الى خانه التبجيل؟ احنا خلينا بس يعني الشيطان يكمن في التفاصيل. يعني هو من حيث المبدا تظاهر اتباع رئيس او مؤيدي رئيس لصالحه ده حاجه مقبوله جدا وارحب بها. بس في نفس الوقت اللي بيتظاهروا ضد الرئيس ما لا يهدر دمهم ولا يكفروا ولا يطلق عليهم خوارج ويحل. يعني خلينا نعيش في مجتمع صحي. ليه بقى الشيطان يكمن في التفاصيل؟ لان هم اعتبروا ان الرئيس مرسي في خطابه في خطابه في ايران ما كل واحد بيتظاهر عشان حاجه عنده. يعني مثلا السلفيين خرجوا او بعض السلفيين خرجوا لتأييد مرسي لانه قال اللهم صل على محمد وال محمد وصلي على سيداتنا ابو بكر وعمر وعلي وعثمان. فهم اعتبروا ان يعني في صوره نمطيه عند السلفيين ان الشيعه يكرهون سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر فبالتالي هو انتصر عليهم. فهم خارجين يتظاهروا تأييدا لده وشافوا ان ده انتصار عظيم جدا. مع ان ده يعني من وجهه نظر ده كلام يعني احنا لسه في سياق الكلام. الاخوان اعتبروا ان مرسي يرسم سياسه اقليميه جديده لمصر مستقله عما كانت ايام مبارك. بعض القوى الوطنيه شافت ان ده وفي بعض القوى الوطنيه ايدت خطاب مرسي واعتبرته جيدا ولكن حذرت من القداسه وحذرت من صناعه زعيم جديد. احنا عايزين نخلص من لفظ زعيم. لا زعيم ممكن يبقى زعيم لكن صناعه ديكتاتور. زعيم اهلا وسهلا. زعيم بادوات ديمقراطيه ممكن يبقى كاريزماتيك ليدر يبقى قائد مؤثر ولكن ليس زعيم ملهم. يعني احنا لابد ان نقضي على عباده الاشخاص سياسيا. ده رايي. طيب احنا هنرجع لك تاني يا استاذ فتحي. شيخ عبد الله الحقيقه شيخ عبد الله يعني معروف في التحرير وعلى الفضائيات باسم لو كتبت ازهري سائر هتلاقي رسائل كثيره من الشيخ عبد الله. وانت بترفض تسييس الدين. نعم. وفي الوقت نفسه يعني واتخاذ الدين كمطيه للوصول الى الحكم بتقود حركه التغيير بتاعتك عبر الفيديوهات اللي على الانترنت ومنسق حركه ازهريون مع المدنيه. في الوقت ده انت بتشن هجوم عنيف على جماعه الاخوان المسلمين ورئيس الدوله اصبح الان من كبار القياديين بجماعه الاخوان المسلمين. وانا شايفه انك يعني ما زلت شاب وصغير ولكنك تهاجم بعنف. الا تخشى وانت يعني مع مجموعه من الازهريين اللي مع المدنيه ان يتم العصف بيك او المعركة الآن لا تحتمل أن يخشى أو أن نخاف. المعركة معركة وطن، معركة أننا خلعنا دكتاتور لنستبدل بدكتاتور، خلعنا نظاما مستبدا باسم حماية الحدود والأوطان لنأتي بجماعة تستبد باسم حماية الشريعة وحماية حدود الدين. هذا الأمر إن سكتنا عليه الآن لن يأتي وقت يستطيع أي شخص أن. بس أنت الشيخ بتجزم إنه بيجزم إنه دكتاتور الراجل لسه ما عملش حاجة. أنا السياسة أنا لم أقصد الشخص، أنا لم أقصد الدكتور مرسي بشخصه ولكن السياسات لسه ما لحقش. أنا لم أقصد يعني على سبيل المثال خلال 60 يوم ما يقرب من 10 فتاوى بإهدار دم. حينما يشبه الدكتور مرسي بأن زيارته إلى المملكة العربية السعودية
إسراء وعودته منها معراج. لم يستطع أحد خلال حكم مبارك الذي ظل طيلة 30 عام أن ينعته بأن زيارته إلى المملكة إسراء وعودته منها. الدكتور راغب السرجاني، الدكتور الشيخ أحمد المحلاوي في الأسكندرية قال انتقاد الرئيس. معلش من عشان نبقى محددين، أوثق الكلام ده ما يكونش الشيخ بيقوله من عنده كده ويرجعوا يقولوا قلتوا الكلام ده. الشيخ المحلاوي في خطبته في الأسكندرية من جمعتين يقول انتقاد الرئيس حرام شرعا. أنا أعرف أن الحرام ما ثبت بنص قطعي الدلالة قطعي الثبوت، أي آية من كتاب الله من القرآن لا تحتمل التأويل، أو حديث صحيح متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فليأتنا بحديث أو آية تقول أن انتقاد الحاكم أو الرئيس مرسي هو حرام في شرع الله سبحانه وتعالى. كذلك ما الموضوع الخروج عن الحاكم؟ رد صغير على من يحرم الخروج على الحاكم. عليه أن يفتينا بموقف الإسلام من الإمام الحسين بن علي، وهو حفيده أو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم الإسلام في خروجه على الحاكم. وكذلك سيدنا عبد الله بن الزبير بن العوام وأمه السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق، فقد خرج في ثورة شعبية وانتهت بموقعة الحرة التي تم فيها حرق الكعبة المشرفة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانوا يمتلكون أو كانوا يملكون رؤية أن أو دليلا أن الإسلام حرم الخروج على الحاكم، فيقولون لا، ما حكم الشرع في الإمام الحسين وفي السيدة أسماء بنت أبي بكر وفي سيدنا عبد الله بن الزبير بن العوام؟ وإن كانت الخروج إن كان الخروج على الحاكم حرام، فثمرة الخروج على الحاكم وهي الثورة المصرية حرام، فلماذا يقفزون الآن على هذه الثمرة الحرام ويقطفونها ويأكلونها؟ كلام منطقي. حينما خرجنا إلى هذه الثورة كان هؤلاء في بيوتهم يقولون أننا خرجنا على الحاكم وكأن مبارك هو ظل الله في الأرض. الآن نفس السياسات في أقل من 60 يوم الخروج حرام. أنا كشخص بالأمس بعد عودتي أول أمس بعد عودتي من مظاهرات طلعت حرب، صفحات تابعة لجماعة الإخوان بالفم المليان نشرت أنني مسيحي لا إله إلا الله. قبل ذلك كنت لست أزهريا وتابعا للمخابرات الحربية. الآن أصبحت مسيحي، بعد بكرة ممكن في مظاهرة تانية ممكن أصبح بوذي أو أي ديانة أخرى. صناعة الاستبداد الديني، هذا ما أشار إليه الإمام الكواكبي في كتاب طباع الاستبداد حينما قال أنه ما من مستبد إلا ويعطي لنفسه قداسة ويخلق لنفسه بطانة من أهل الدين تزين وتحلل له ما يفعل. على سبيل المثال حينما يكون القرض حرام، أنا مع تطبيق الشريعة الإسلامية، لكن الشريعة حينما تحرم الربا تحرمه من شهر يناير إلى شهر ديسمبر. لكن رأينا الشريعة في عرف الإخوان المسلمين حرمت الربا في شهر فبراير، لأن الذي سيقترض هو الدكتور الجنزوري والمجلس العسكري، وأصبح حلال والضرورات تبيح المحظورات. الدولارات تبيح المحظورات في شهر أغسطس، وأصبح ضرورة شرعية. من الجائز بعد ذلك أن يخرج من يحلل الزنا ويقول أن هذه مصاريف إدارية، ويقول أن ما في الخمر هي مكسبات للطعم والرائحة وليست كحوليات تسكر. صناعة الفرعون أو صناعة المستبد، طب الفرعون يعني باسم الوطن أسهل شوية، إنما الفرعون الديني أو الاستبداد الديني هو أقسى أنواع الاستبداد. لأننا حينما خرجنا على مبارك قال أنتم قلة مندسة وأنتم ممولين وأنتم تريدون خراب هذا البلد، لكن حينما نخرج على هؤلاء يظنون أننا نخرج على الله سبحانه وتعالى، وكأنهم امتلكوا سكوك الغفران وامتلكوا مفاتيح الجنة والنيران، وكأنهم يحللون ويشرعون بالنيابة عن الله سبحانه وتعالى. ولكن ما يطلقونه من أحكام هي وجهة نظرهم في الشريعة الإسلامية وليست الشريعة. ولذلك يحذر الإمام المراغي من هذه الفرية ويقول لا ينبغي أن نقول على الفقه
أنه شريعة، فالفقه رأي وفهم، والفهم نسبي، والنسبي يختلف من شخص إلى آخر. أما النص فهو مطلق مقدس لا يقبل الصواب والخطأ. أنا الآن إن كتبت اجتهاد، هل أستطيع أن أقول أن هذا هو شرع الله؟ سيأتي من بعدي من يختلف ويقول رأي آخر، فتتعدد الشرائع. وهل هو شرع الإخوان لو كانوا يريدون شرعا واحدا؟ هو شرع الإخوان أم شرع السلفيين أم شرع الجماعة الإسلامية؟ لو كانت لهم رؤية واحدة لماذا لم يتوحدوا في فصيل واحد وتحت راية واحدة؟ إنما منهم من يكفر بعضهم البعض. أنا بس عندي تعليق، يعني فكرة حتى الخروج عن الحاكم، إحنا لازم نحدد يعني نحرر كده المصطلح بتاع يعني إيه خروج عن الحاكم، لأن في اجتهادات بتقول أن صناديق الانتخابات هي خروج يعني حداثي على الحاكم، هي خروج على، في فرق ما بين خروج عن الحاكم وخروج على الدولة. يعني أنا خارج أتظاهر سلميا ضد حاكم أو أسقطه في الانتخابات، ده غير إن أنا خارج أهدم مؤسسات الدولة وإن أنا أخرب أو إن أنا محدش طبعا بيقول لازم يعني تفريق يعني شديد بين إن فكرة المظاهرة لمين؟ دي مسألة بتنظمها القوانين الحديثة حقيقي. الحاجة الثانية إن فكرة النظرة لكلمة شرع الله، يعني حتى سياسيا إحنا شفنا فصيل سلفي وبالتحديد الدعوة السلفية في اسكندرية قبل الثورة قالت على لسان أحد المتحدثين باسمها وهو المهندس عبد المنعم الشحات، قال الخروج نحن لا نخرج على الحاكم ولا نعارضه، حتى أنا هقول لك النص بالضبط، إن الحاكم لا يعزل ولا يعارضه أحد وإن ظل في الحكم إلى أن يموت. يعني وفق هذا المبدأ إحنا ممكن يحكمنا مجنون واحنا ما نعرفش انه مجنون، مين بقى هيبقى يجرؤ يكشف عليه؟ يحكمنا مريض طبعا، واحد عنده الزهايمر، وارد جدا على ما نكتشف ان هو عنده الزهايمر، ممكن يكون احنا متنا بقى او يعني ودانا يعني في مصايب. في المقابل كان في فصيل سلفي تاني اللي هو الجبهه السلفيه كانت في التحرير من اول يوم. فاحنا عندنا من يحدد شرع الله؟ طالما في اختلاف في شرع الله وفي في الفقه يبقى نعمل اجتهاداتنا ونستفتي قلبنا زي ما قال يعني زي ما بتقول قواعد الدين يعني. الحاجه الثانيه، طب ما احنا عندنا نصوص يعني بتعزز المعارضه، فكره المعارضه افضل الجهاد كلمه حق عند سلطان جائر، ده حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ففكره المعارضه ليها اسس في الاسلام، وحتى الخلفاء الراشدين احنا لو شفنا من ايام سيدنا ابو بكر تولى الخلافه وبعدين يعني اعترض عليه بعض صحابه رسول الله، منهم سعد بن عباده ومنهم سيدنا علي ومنهم ناس كتير جدا، وبعدين تقبلوا الامر، ده كان نوع من المعارضه. بعد كده سيدنا عمر تولى فيما يشبه بلغه اليومين دول الاستفتاء العام، طرح اسمه ووافق عليه المسلمون، وده كان بذور للديمقراطيه. انا شايف ان ده كان بذور للديمقراطيه، وده بتعبيرات حتى مفكرين كتير جدا. نيجي احنا كل واحد كده يقعد في بيته وينقل من الاداب السلطانيه اللي هي كانت بتعزز الاستبداد وتعزز الظلم، وكان الناس بتقتل وتباد باسم الدين وينقلوا عنها باعتبارها الدين، لا اسف جدا ده مش الدين. يعني حتى النصوص الدينية كلها بترتفع بقيمة الإنسان، واللي هي أهم عند الله حتى من إحراق الكعبة. يعني فرد مسلم، يعني فرد مسلم حياته أثمن وأهم عند الله من إحراق الكعبة. هو ده قيمة الإنسان اللي الإسلام شجع عليها، ما نضحيش بقيمة الإنسان عشان خاطر حاكم مستبد نقول ده شرع الله، لا ده رأيك أنت في شرع الله ورأيك أنت واخده من 1000 سنة فاتت لفقيه قد يكون خايف من الفتنة، خايف من حاكم مستبد فبينظر لي، أنا مش مطالب أن ألتزم به. فزي ما قلت يعني فكرة إحنا لازم نحرر يعني إيه خروج عن الحاكم، ولازم نضبط مصطلحاتنا الدينية، ولازم نفكر يعني إعمال العقل حتى تستقيم الممارسة الديمقراطية والمسألة تمشي. يعني دكتور عمار، احنا من خلال الأخبار بتاعة النهاردة وبكرة هتحلل لنا الحاكم السابق والحاكم الحالي، وماذا يمكن يعني الحاكم حتى لو كان رئيس إدارة أو رئيس مؤسسة. خبر مهم جدا، مرسي يقرر إحالة رئيس هيئة الرقابة الإدارية للمعاش وتعيين عمر هيبة خلفا له، حيث قرر الرئيس محمد مرسي اليوم الأحد إحالة محمد التهامي رئيس هيئة الرقابة الإدارية للمعاش
المعاش وتعيين الأستاذ محمد عمر هيبة رئيسا للهيئة وتعيين بدوي حمودة إبراهيم نائبا لرئيس هيئة الرقابة الإدارية. الخبر مهم ليه يا فندم؟ لأن نيابة الأموال العامة تستكمل تحقيقاتها غدا في اتهام رئيس هيئة الرقابة، شوف ده رئيس هيئة الرقابة، في اتهام رئيس هيئة الرقابة السابق بالتستر على فساد مبارك. فهل حالته للمعاش أو تحويله إلى المعاش من الرئيس مبارك من الرئيس مرسي يعني ال 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 النيابة بتحقق اتهام رئيس هيئة الرقابة السابق بالتستر على فساد مين؟ مبارك. نعم. حيث ويتهم الأستاذ المقدم معتصم فتحي عضو هيئة الرقابة الإدارية اتهم رئيسه محمد فريد التهامي بإخفاء معلومات عن ثروة الرئيس السابق مبارك والتستر على العديد من مخالفات رموز النظام السابق وفساد خاص بأعضاء المجلس العسكري. ده كلام خطير جدا إنه يكشف عنه، يعني رئيس هيئة الرقابة اللي كان قاعد بعد الثورة لغاية دلوقتي، هل فعلا، وطبعا ده قضية لسه ما نعرفش مذنب ولا لا، هل ممكن أن يكون حاميها حراميها؟ ما هو يعني رئيس هيئة الرقابة يتستر على أموال مبارك اللي شايف الثورة والدنيا قامت والشباب ماتت؟ عادي، شوفي، لا يمكن على الإطلاق للنظام السابق إيه؟ أن يترك رجلا في على رأس أي من المؤسسات الرقابية الموجودة، سواء هيئة الرقابة الإدارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات، دون أن يكون متناغما مع النظام، متسترا على فساده. أنت لو جبت راجل نزيه وعادل ويقظ ووطني وغيور وشجاع وصاحب رأي في هذا المنصب، من الممكن أن يكشف للرأي العام كثير من هذا الفساد. استمر الوضع على ما هو عليه، الرئيس مرسي غيره، هذا حقه كرئيس للجمهورية، رجل فاسد يرحل. لكن علينا أن نسأل سؤالا، من الذي حل محله في هذا المنصب؟ بمعنى دي هيئات يجب أن تتمتع باستقلالية، وينص داخل الدستور على ذلك، لأن دي هيئات تبع الدولة مش تبع النظام. يجي الإخوان يحكموا، يجي السلفيين يحكموا، يجي الليبراليين يحكموا، يجي اليساريين يحكموا، يجي الجماعة الإسلامية تحكم، يجي حزب الوسط يحكم، لكن دي مؤسسات للدولة المصرية تدافع عن المال العام وتدافع عن النزاهة والشفافية العامة دون أن تكون تابعة لأحد. لكن أنا يعني أقلق لما الاقي الشخص مثلا اللي تم تعيينه الاستاذ هيبه في الرقابه الاداريه، والاقي بعد كده الجهاز المركزي للتنظيم للمحاسبات، والاقي بعد كده الجهاز المركزي للتنظيم والاداره اشخاص مثلا تابعين لجماعه الاخوان. بدون ما دي الاجهزه الرقابيه اللي هتقول للراي العام اذا كانت السياسات فاسده ام نزيهه. يعني هنا في حضرتك انا بطالب تخشى خطه لاخوانه مفاصل الدوله. ما هي لا، بمعنى ايه؟ دلوقتي من الذي يراقب؟ البرلمان بيراقب الرقابه والتشريع. لكن هذه المؤسسات ايضا تكون مستقله استقلال تام عن النظام. مشكله مبارك انه دمج النظام في الدوله، او دمج الدوله في النظام. اصبحت الدوله هي النظام والنظام هو الدوله، والحزب هو الدوله والدوله هي الحزب. لو مشينا على قديمه المؤسسات المفصليه دي بالنسبه للدوله، احنا هنشهد واحد ورا التاني بيتشال الرئيس بتاعه لسبب من الاسباب، سواء جهاز مخابرات او جهاز رقابه او حتى الازهر في كلام عليه، كله جاي في الطريق، كله جاي. طب فهو إيه هو دلوقتي، ما هو هو ده الفيصل. انا اللجنه التاسيسيه للدستور، وده كلام مش موجه للجنه، موجه للشعب المصري. اذا لم ينص في الدستور الجديد على مواد واضحه لا تجعل هيمنه للسلطة التنفيذية على هذه الأجهزة الرقابية وتجعلها وتحصنها وتعطيها قوة ومناعة ومتانة في مواجهة السلطة التنفيذية، يبقى هيأتي هؤلاء تابعين للأنظمة مسبحين بحمدها، خائفين منها، مدافعين عن مصالحها، يتملقونها، ويستمر الوضع على ما هو عليه. يبقى أنت استبدلت النظام بنظام في نفس آلية القمع والفساد. الأجهزة دي أنا عارف الرقابيون من أجل الفساد والمجموعة اللي في الجهاز المركزي للمحاسبات بح صوتهم حتى الآن بيطالبوا اللجنة التأسيسية للدستور، وأتمنى أنها تكون بتسمع وتنفذ، أن هي تحصن الجهاز المركزي للمحاسبات داخل الدستور الجديد عشان يقدر يؤدي دوره الرقاب. لكن اللي أنا عايز أقوله يعني من كلام مولانا والأستاذ محمد،
هو الإسناد كله في موضوع الاستبداد والطاعة والخروج إسناد يعني من وجهة نظري يهين القرآن الكريم. القرآن واضح فيه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما هو أولي الأمر تمام. الفقهاء قالوا أولي الأمر العلماء والأمراء حكام أي. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال وأولي الأمر منكم وليس وأولي الأمر عنكم يعني في غيبتكم أو وليس أولي الأمر عليكم أي بالغصب والغلبة. أولي الأمر من اختياركم وكلمة من احنا عارفين في اللغة صحيح. منكم من اختياركم تفيد الحميمية والاتصال وأنهم جزء أصيل منكم. الآية واضحة لكن هذه الآية للأسف الشديد تم تفسيرها تفسير ملتوي عبر تاريخ طويل حتى تبرر للحاكم ما فعل. ده احنا عندنا رسالة دكتوراه في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية للدكتور نيفين عبد الخالق عن المعارضة في الإسلام معارضة في النظام الحكم الإسلامي جايبة من أول سقيفة بني سعيدة وحتى قبل سقيفة بني سعيدة إزاي الصحابة كانوا بيردوا على الرسول أهو وحي يا رسول الله أم هو الرأي والمشهورة حتى في أشد المواقف صعوبة وكان إذا قال وحي خلاص التزموا إذا قال الرأي والمشهورة كانوا بيعرضوه وأحيانا كانوا بيغيروا كان بيغير رأيه بناء على هذه المعارضة لما بعد 1400 سنة يجيني واحد باسم الإسلام يعتبر النقد تجريح ويعتبر المعارضة خروج وخيانة بردة مش ردة للأسف دي ردة لأيام أبو جهل لما قبل الرسالة التي تعتبر ال- 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 الخروج تعتبر معارضة الحاكم وبعدين بس في اهانه في اهانه الحاكم او غير الحاكم انا اقول لك حاجه اهانه الانسان اهانه المواطن غير مقبوله لا. السب والقصف العلني واستخدام الالفاظ الغير ده على الكل وده في حمايه حتى للمواطن البسيط ياخد حقه بالقانون زي يعني انا عايز بس اقول جمله واحده يا محمد واسيب يعني على سبيل المثال كتبت انا مقال فبعض الشباب الاخوان المسلمين كلموا علقوا عليا فبيقولوا طيب بدل ما انت ما تكتب ما تكتبه ده في شكل تقرير وتقدمه للرئيس الجمهوري بدل ما تكتب مقال تقدمه في شكل تقرير وتقدمه لرئيس الجمهورية أو روح انصح يعني هم ما عندهمش معارضة مع فكرة النصح ان الحاكم يفعل ما شئنا بس ننصحه لا لكن مفيش حاجه في مؤسسات وفي وفي تداول للسلطة ولازم يبقى في معارضة مفيش حاجة اسمها كده الموضوع تعدى هذا وانا رايي يعني هنحاول نفسنا اننا كلنا هنقول ندماء للسيد نبايع المرشد ده مش كده القصه ايه القصه اني احنا بنتكلم على ان في راي عام له حق ان يعرف زي مثلا لما نروح نعترض النهارده او نقف وقفه احتجاجيه امام نقابه صحفيين او من مجلس الشورى فيجي يقول لك ايه طب ما تروحوا واحد جاي برضو من الشباب يقول لي طب ما تروحوا تقابلوا اللجنة التأسيسية وتعرضوا عليها رأيكم لا في رأي عام احنا بنخاطبه نحن لا نخاطبكم فقط احنا من امتى كان خطابنا موجه للسلطة في خطاب في واجب علينا تجاه الشعب بالعكس احنا نخاطب الشعب ونخاطب الناس ليه الناس هم أصحاب الشرعية الأصيلة الناس هم الذين يقررون الناس هم الذين يحسمون الأمر الناس هم شعب هذا البلد وكل من يعمل في وظيفة عامة وزير غفير لحد رئيس الدولة هو موظف عام عند هذا الشعب الحاجة الأخيرة اللي عايز أقولها الدكتور مرسي في أدائه في قدر كبير جدا من التواضع ورجل بسيط وهو ده سلوكه العام لكن إحنا التاريخ يعني لم يذكر لعمر بن الخطاب أنه كان كثير الصيام والقيام دي قضية بينه وبين ربنا لكن ذكر له أنه كان عادلا بمعنى أنا عايز تواضع الرئيس مرسي لا يظهر في لباسه لأن أحمد نجاد بيلبس لبس بسيط جدا وحريص على ذلك ومن هنا زور الانتخابات ولما وقف ضد المعارضة ذبحه هذا الرجل البسيط ووصل للحكم تنكر الفقراء الذين أوصلوا إلى سدة الرئاسة أنا عايز تواضع الرئيس وصل بيهم ان هم غيروا كلمة الرئيس مرسي على الشعب الايراني شالوا كلمة سوريا وحطوا كلمة بحرين ده تدليس انا مش فاهمة اسلام ايه التدليس علني على العالم كله فاحنا المجتمع الديمقراطي الحر ده يتحاسب المجتمع الديمقراطي ده يتكلم على ان تواضع الرئيس مرسي مش يبقى في اللباس وفي المأكل والمشرب ورغبته في الاختلاط بالناس هذا اسلوب جيد وحميد لا نستطيع ان نقول غير ذلك لكن انا لو استمرت المساله مظهريه كده لا غير مجديه ده سلوك يخص شخصه ده هو بيعمل شعبيه لنفسه انا عايز ده ينعكس في قراراته بدل ما حضرتك
تاخد معاك مستوردين للصين هم رجال اعمال النظام القديم، ما دام حضرتك امتلكت حق التشريع بقالك شهر حتى الان ما شفتش قرار واحد طلع منك يشرع لصالح الطبقه الفقيره. بمعنى قانون العلاقه بين الملك والمستاجر، بمعنى قانون الايجارات السكنيه الجديده، بمعنى الصحه للمواطنين، بمعنى التعليم، بمعنى محو الاميه، بمعنى البطاله، بمعنى كل هذه الامور. هنا استطيع، لان سيدنا عمر بن الخطاب لم يكن التواضع عنده مظهري. سيدنا عمر نحن نعلم جميعا ان التواضع ما نسب اليه ليس قوله، مش اقواله هي التي صنعته، صنعته افعاله. افعاله بمعنى ان هذا التواضع نراه في سياسات وفي اجراءات وفي قرارات، مش يبقى مجرد ان الرئيس مثلا يظهر مواطن بسيط ويقابل الناس فنبدا نهلل لهذا وكأن علينا ويجب علينا ان نكتفي بذلك. لا، انا عايز هذا التواضع وهذا الانحياز للناس يظهر في قرارات لصالح هذا الشعب. الحاجة الثانية اللي بفكر الرئيس مرسي بيها كويس، انا عارف وقته مشغول جدا، لكن واكيد وربنا يعينه، بس عايزه كده يفرغ نفسه ربع ساعة كل ليلة يشوف التسجيلات اللي سجلها لما كان مرشح والخطب اللي خطبها في بداية عهده عشان ما ينساش، لان انا شايف ان الاجراءات والقرارات بعيده جدا عن هذا. يذكر نفسه، مش هو سيدنا عمر بن عبد العزيز كان معين واحد براتب عشان يقول له اتقوا الله؟ هو مش محتاج دلوقتي، اتقوا الله عنده هو الفيديو كده اللي يقعد يسمع نفسه ويقول انا التزمت بهذا فافعل ذلك. لكن اذا كانت الاقوال في طريق والافعال في طريق، اقوال ايه اللي في طريق؟ احنا كتير هنسالك بقى بعد الفاصل. بعد الفاصل. بعد الفاصل. بعد الفاصل. بعد الفاصل. بعد الفاصل. هتقول لنا أقوال إيه اللي... قاموس الواعظ. لا لا لا، هو فكرة الدكتور عمار كان بيتكلم عن الممارسات الدينية أو فكرة الرئيس الواعظ، يعني بشكل أو أنا بوصفها كده. يعني إحنا لو استعرضنا حتى التاريخ الإسلامي، التاريخ الإسلامي كان فيه فقهاء كتير جدا، حكام فقهاء وكانوا مستبدين للغاية. يعني إحنا مثلا الحجاج ابن يوسف الثقفي، يعني هذا الوالي الدموي اللي أحرق الكعبة كان فقيه وحكم بالدم لمدة 20 سنة. عبد الملك بن مروان، ودي معلومات موثقه يعني موجوده في كتب عديده منها كتاب الدكتور امام عبد الفتاح امام الطاغيه، فكره مثلا ان هو كان لما جاءه نبأ الخلافه كان بيقرا في المصحف وقال والله هذا اخر عهدي بك. وبعدين قام، ولو حضرتك شفتي بقى كمان الخطاب الحكم، يعني فيكتور سبيتش، يعني فكره اللي قال، المهم هو قال حاجات كتير جدا، لست بالخليفه المستضعف ولا المداهن و و و طبعا كان بيقصد خلفاء اخرين منهم سيدنا عثمان مثلا. المهم هو انتهى في الخطاب قال والله من يامرني بتقوى الله لأضربن عنقه بسيفي هذا. ففكرة استخدام الدين، ليه كان الحجاج ابن يوسف الثقفي مرتاح الضمير وهو بيقتل؟ لأنه كان متخيل ان ده لصالح الدولة وان طاعة الإمام هي طاعة الله، فبالتالي بطير الرقاب عشان خاطر الدولة، الكعبة بالمنجنيق، وانا كده مرتاح الضمير جدا. فاحنا ممكن ده احتمال يتكرر. وبعدين انا ما يهمنيش الرئيس الواعظ اللي كل شوية بيروح يصدق، كويس جدا، بس ده انا مش هجوزه بنتي، يعني انا مش هجوزه بنتي ولا هيقدم ولا هيبقى مذيع في قناه دينيه. انا عايز مسؤول تنفيذي يعني يطبق ما امره به دينه على سلوكياته وعلى ممارساته وعلى قراراته فقط لا غير. انما انا ما يهمنيش سلوكه الشخصي، وده بيصلي ازاي، وده بيلبس جلابيه وهو رايح يصلي ولا معهوش حراسه، كل ده جميل، بس احنا بننتظر الاجمل وبننتظر الاهم. وان كان كل ده جميل فده ملوش معنى في عالم السياسه. ده وجهه نظر يعني. حضرتك كنت بتساليني على فكره القاموس. ايوه، القاموس احنا يعني دايما النظم المستبده بيبقى ليها مفردات، او أيوة. الحكام المستبدين أيوة. بيبقى ليهم مفردات بيتم السيطره من خلالها على عقول المحكومين يعني. اخرهم مبارك، انا عملت دراسه في قاموس مبارك الاستبداد. مبارك. مبارك مثلا من ضمن الحاجات اللي كان بيستخدمها او بيستخدمها نظامه عموما، مصطلح ولي الامر اللي احنا لسه بنتكلم فيه. مصطلح ولي الامر، طلع واحد قال ان مبارك هو امير المؤمنين والخروج عليه حرام، وشيخ اسمه محمود عامر، وعلى فكره هو كرر نفس الامر مع المشير طنطاوي، قال المشير طنطاوي هو امير المؤمنين والخروج عليه حرام.
ما اعرفش هو لسه ما طلعش حاجه على مرسي يعني، بس في اخرين بيطلعوا. على فكره احنا مش ضد ده، بس لما تحصل ثوره يبعدوا عنها. انتوا مش ضد الخروج بقى يعني. اللي من ضمن الحاجات اللي كان بيستخدمها مبارك مثلا مصطلح الضربه الجويه. يعني احنا قعدنا في هناك جيل كامل بيعتبر ان حرب اكتوبر هي الضربه الجويه. وطبعا يعني طبعا ده ثبت ان هو مش حقيقي يعني. الضربه الجويه مهمه ومهمه جدا، ولكن مش هي الحرب. لو برجع تاني للمصطلحات الدينيه وازاي هم كانوا بيستخدموا مبارك مثلا او نظام مبارك، احد الصحفيين هو سمير رجب كتب قال مبارك هو الدره الثمينه التي وهبنا الله اياها، واستخدم مصطلح البيعه. فاحنا امام يعني انا بعتبر ده قاموس سحري بيتم السيطره بيه على ناس يعني شويه بسطاء شويه محدود الثقافه، وانحياز لمحدود الدخل وانحياز محدود الدخل. واحنا شفنا محدود الدخل كان بيحوش لهم بره في سويسرا مصروفهم اهو، بيقول لك الرقابه اهي، البنيه التحتيه عماله على مدار 30 سنه. اتفضل. مخزون القمح في المخازن منتهي الصلاحيه، يعني خبر مهم جدا. نائب وزير الزراعة شروط جديدة للاستيراد والمخزون الاستراتيجي يكفينا 19. ادي الورثة اللي احنا ورثناها. اللي اقصد اقوله ان الكلام ده ما بقاش اكل مع الناس، يعني الناس مش هتصدق تاني مصطلحات دعائية استبدادية يتم بها السيطرة على عقولهم. الناس عايزة نتائج، الناس عايزة اجور، حد ادنى الاجور، الناس عايزه استثمار، الناس عايزه يعني عايزه بلد محترمه ديمقراطيه نزيهه يتم فيها تداول السلطه. عايزه تغيير، ده اللي الناس منتظراه. انما هنقول تاني ولي الامر وامير المؤمنين، ما عادش في امراء مؤمنين، في موظفين بيخدموا الشعب المصري ورئيس الجمهوريه زيه وزي اصغر واحد في الشعب المصري. ده اللي اقصده. شيخ عبد الله، عندي اعتراض اولا على كلمه النظام السابق. النظام لم يصبح سابق، النظام أعاد إنتاج نفسه وقد خلع الكاب وارتدى العمة وأطلق اللحية. هي الرأسمالية المتوحشة البغيضة، الرأسمالية الرعية الطفيلية القائمة على الريع وتجارة الجملة والنصف جملة التي لا تحب الإنتاج ولا التعب. بان هذا جليا وواضحا في الزيارة إلى الصين. مصر بعد ثورة عندنا ثروات منهوبة في الداخل والخارج، عندنا موارد أقلها في نفس الاستوديو ده منجم السكري. ايوه صح. لو فتح في ده انت بتتفرج علينا بقى. طبعا مئات الملايين. ورمل السيليكون في كريستال عصفور ورمل السيليكون في سينا اللي بيصنع منه شاشات ال ال سي دي. مصر غنيه اللي بيصنع منه شاشات ال ال سي دي. انت عارف ان الرمل السيليكون اللي في سينا ده بنبيعه للهند ب 10 دولار للشكاره، هي بتعيد تصنيعه وتباعها ب 2000 دولار. ما هو عشان احنا احنا عايشين فيلم هندي. الامم التي لا تصنع خامتها وتصدر مواد اوليه هي امم متخلفه. انت اشرت نقطه مهمه جدا، حكايه ان احنا عايزين نبقى مجتمع منتج، مش هنرجع نعيش عصر صح. عايزين رؤيه للانتاج، رؤيه للرعايه التجاريه، عايزين معدل نمو يعني بيستهدف، عايزين معدل البطاله بيقل مستهدف في فتره زمنيه معينه تبقى وعود تتنفذ. نقطة مهمة حينما الشيخ ان احنا هنتاجر تاني من اول وجديد. حينما تذهب الى الصين او الى الدول او البنك الدولي لتقترض وانت عندك 92 الف مستشار يتلقون رواتب من 18 ل 24 مليار جنيه وقد شاخوا وهرموا وبلغوا من الكبر عتية. في مليار جنيه في الشهر. يعني مبلغ حدود. عندنا دعم الطاقة الذي يذهب للصناعات الرأسمالية، هذه الثورة لم يقم بها الرأسماليين الأغنياء ويرفعوا شعار العدالة الاجتماعية. عندنا أموال منهوبة، عندنا وعد الرئيس مرسي الذي كان شعاره أو شعار جماعته منذ الثمانينات الإسلام هو الحل، والإسلام يقول أن وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وعد الرئيس مرسي في حال فوزه بضخ 200 مليار، لا أدري 200 مليار دولار أو مشروع النهضة 200 مليار جنيه. مشروع النهضة الذي ستمر أربع سنوات ولم يولد بعد يعني. لا ما هو الحقيقة لا، رجعوا قالوا ما فيش يعني. خلاص شاطر قال مفيش. هذا اعتراف بالحق فضيل إن هي أفكار أولية. قال ده كلام قد تستطيع ان تخدع بعض الناس بعد الوقت، ولكن لا تستطيع ان تخدعهم كل الوقت. هذه الاموال الطائله اين؟ يعني حدثتني عن وعود. والاسلام ممارسات، الاسلام اقوال تطابق الافعال. اذا اختلفت الاقوال عن الافعال فهذا ليس من الاسلام. على سبيل المثال
حينما نرى شعارات إسلامية تردد للعدالة الاجتماعية وثم نرى سياسات مخالفة للعدالة الاجتماعية ثم تقول لي أنا أريد تطبيق الشريعة. على سبيل المثال حينما أذهب وأعقد مقارنة بين الدكتور مرسي ولولا دا سيلفا في البرازيل، الدكتور مرسي يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويقوم بالحج والعمرة، جميل وأنا أحترم هذا الكلام وهذه علاقة بينك وبين الله لا شأن لي بها، أنا لم أنتخبك لتصلي أو تصوم أو تزكي، فأنا لا أعرف إن كنت العلاقة هذه بين، أنا لم أشق عن قلبك لأعرف إن كنت تنافق أو هذا أو مخلص بينك وبين الله سبحانه وتعالى. نذهب مثلا إلى البرازيل، الرئيس مرسي صلى العيد في مسجد عمرو بن العاص وسط حراسة 5000 جندي من عساكر الأمن المركزي، والداخلية قالت أن التأمين وقناصة فوق المسجد، التأمين تكلف 3 ملايين جنيه. لولا دا سيلفا في البرازيل لم يرفع طبق الشريعة دون أن يقول أنا سأطبق الشريعة، لأن شريعة الله هي العدل. يقول الإمام ابن تيمية إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويهدم الدولة المؤمنة وإن كانت، ويهدم الدولة الظالمة وإن كانت. بس هو ذنبه إيه؟ مش يمكن هم اللي بيعملوا له كده؟ والله سيدة الفاضلة إن لم يكن يعلم فتلك كارثة، وإن كان يعلم ويسكت فهذه كارثتين. لولا دا سيلفا كان يذهب إلى القصر الجمهوري بالدراجة، وبعد 8 سنوات طلبه الشعب بأن يبقى ورفض تعديل الدستور وترك بلده أولى دول. هذا هو الإسلام الحقيقي، الإسلام هو العدل. وإحنا في نهاية البرنامج دقائق، إيه حكاية الوصية اللي أنت كتبتها دي وأعلنتها على الناس؟ بيقول لك أستشعر قرب أجلي وأهل الباطل يريدون التخلص مني، وأنا نازل بنية الشهادة في سبيل الله من أجل نصرة الثورة، وإن حدث لي شيء وتوفاني الله ادفنوني بالجبة والعمة وأخرجوا جنازاتي من مسجد عمر مكرم ولفوا فيها في كل مكان في ميدان التحرير اللي هو وقف فيه أيام الثورة. الحقيقة وأي التفاصيل ليه كده يعني يا دكتور؟ يعني هل في هذا الزمن هنخشى على حياتنا لو انت صوت معارضه؟ لا وحتى لو كان هناك تهديد، يعني احنا على مدار سنين وايام النظام تهديدات متعدده بالتليفون وعلى الفيسبوك وفي الشارع. يعني مجرد ما عدت من وقفة طلعت حرب يوم الجمعة وجدت بعض انا ادعوك اذا كان في تهديد حقيقي ليك بأرقام على الموبايل أو على الفيسبوك أشخاص تبلغ عنها، ده صفحات كاملة، صفحة مكافحة العدوانية. لا لازم تبلغ، لازم تبلغ، لازم تبلغ، لازم تبلغ. لكن أنا بس الرسالة ليست لك لأنك شجاع ومؤمن بما تقول، أكتبه على قبري مات محب البشر. طبعا لأن هي دي رسالة الدين. الله لم ينزل الأديان لكي يعني هو غني عن العالمين، هو أنزلها لنا فلتنظم معاشنا وتربطنا به سبحانه وتعالى. أنا عايز أقول إن أنت شجاع بما فيه الكفاية، فليس لك عندي وصية في هذا، تستمر في طريقك، لكن أنا عندي رسالة لأولئك المخبولين الذين تصوروا أن مثل هذه التهديدات من الممكن أن تمنعنا عن قول الحق. لا والله، إحنا كان عندنا أمن دولة وكان عندنا أيام مباركة، كنا ننزل وضعين رؤوسنا على أكفنا، وأيام الثورة كل منا نزل في ميدان التحرير تعرض للقتل أكثر من مرة، وبالتالي هذا لن يمنعنا عن لا كل التهديدات ولا الكتائب الإلكترونية اللي بتشتمنا وتحاول تشويهنا ولا كل هذه الأمور من الممكن أن تفت في عضدنا ولا وتمنعنا عن قول الحق والانحياز للعدل والانحياز للناس والبسطاء. استاذ فتحي، انا شايف ان الشعب المصري اصبح واعي بدرجه كافيه قوي ان يفرز الخطأ النتيجه السيئه من الجيده، واحنا قدام صندوق انتخابات قادم، ده هيقول يعني زي حساب الملكين كده، هيقول للرئيس او من يعاونه او من يتبعه انتوا عملتوا ايه بعد الثوره. احنا بس كل مهمتنا ان نحافظ على المؤسسات التي انتجتها الثوره ونبنيها ونحاول ان نحافظ على ديمقراطيه مصر وديمقراطيه الثوره ان شاء الله. شيخ عبد الله، الكلمه الاخيره، ان اردتم ان تقدموا برامج سياسيه فابتعدوا عن دين الله، فدين الله مقدس حتى لا تنتهكوا حرمه الدين. ورساله الى كل علماء الازهر الشريف، تذكروا هذه العمامه الحمراء، لونها الاحمر يرمز الى الدم، كنايه عن ان الازهري يقتل في سبيل الله ليقول كلمه الحق. وتذكروا هذا الشال الابيض الذي يرمز الى الكفن، الذي يعبر عن ان الازهري يقول الحق ويقتل ويلف في كفن على ان يكون فقيها للسلطان ويرضى بالظلم ويسكت عن النهب والتجاره بالدين.
الله. اسعار الزي المدرسي نار، 800 جنيه للابتدائي و1000 للاعدادي و1200 للثانوي. دي منشطات الاخبار بكره. الحكم الاخبار ننزل على الشاشه. الحكم في حل الشورى ومخاصمه قضاة حل الشعب نهايه الشهر. هل ممكن يبقى في حل للشورى؟ مفاجاه، مبارك اشترى 29 طائره رئاسيه بمليار دولار من المعونه الامريكيه اللي جايه للشعب المصري. ده يعني منشط خطير في الاخبار. من يدفع الاطفال للتظاهر لحساب المحافظ؟ ومرسي يجتمع مع فريقه الرئاسي لاول مره. الحقيقه انا بحيي في الصفحه الاولى الاخبار، وده تغيير اساسي هنشوفه في صحفنا القوميه، شايفينه النهارده في الاخبار، ان المنشط الاساسي مش على الرئيس ولا على رئيس الحكومه ولا على وزير مش عارف ايه. يعني دي حاجه ايجابيه كويسه. اليوم السابع زي ما قلت لكم مفيش نشاط بس للسيد الرئيس. لا، في نشاط يعني على خفيف كده، يعني نحكم بعد شويه. وهو بيقول لك عبد المقصود بيقول الاعلام لن يحول مرسي الى فرعون، بمناسبه الحلقه بتاعه النهارده وحديثنا. جاي نتمنى ذلك. الفرعون جاي. انا بقول جيد نتمنى ذلك. جيد، انا افتكرتك بتقول جيد. هو على فكره حتى لو اراد له احد ان يتحول لفرعون مش هيتحول، لان الشعب المصري الفرعون حتى يتفرعن. قال لك يا فرعون من فرعنك؟ قال ما لقيتش حد يلمني. لا، احنا هنلم اي حد. الشعب المصري هيلم، ما فيش فرعنه بعد كده. في موظف كبير، والرئيس مرسي قال انا خادم عند هذا الشعب، وهو هيفضل خادم عند هذا الشعب شاء ام ابى. شكرا يا دكتور، وان شاء الله نحن على موعد ولقاء غدا. كان في بلاغ من محامي اخواني بيقول عبثت الشيطان في ساقية الصاوي، والصاوي بيقول ادعاء باطل والحفل كان لموسيقى الميتال ومنعنا شرب البيره. حكايات غريبه كده، اقروا عليها ونتكلم بكره ان شاء الله.